وحش مع بهاء الجمل والكابتن سلمان محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين في برنامج خليك وحش. مساء عليكم بالخير وعلى كل أحد بيسمعنا مبتسم فقط، وأكيد مساء بالخير على مخرجتنا هلا هلا هلا، وجه لها أجمل تحية. وأكيد مساء بالخير على الكابتن سلمان محمد. شكل الصوت نايم، نجرب واحد. لا صوت أيوه. النور عليك وعلى المستمعين وعلى مخرجتنا هلا وهلا. أنت خلاص عودت. هلا. طبعا زي ما عودناكم كل يوم أحد وأربعاء من الثانية حتى الثالثة عصرا، برنامج خليك وحش متخصص في لياقة الجسم و صحة الغذاء وحياتك بشكل عام الصحية. طبعا اليوم حيكون في عندنا ضيف من الأشخاص اللي حققوا نجاح وحققوا أهداف، لكن قبل ما نستضيف ضيفنا راح نتناقش أنا والكابتن سلمان في موضوع السعرات الحرارية. كابتن سلمان، السعرات الحرارية موضوع انتشر مؤخرا وفرض من هيئة الغذاء والدواء في جميع المنتجات، وواجب علينا أنه احنا يعني ننتبه له بما أنه أخذ هذه الأهمية وأخذ هذا الحرص. ففعليا واجب على الشخص أنه يكون عنده معلومات عن السعرات الحرارية، مو لازم بشكل مفصل لكن ممكن نقسمها لأقسام. بالضبط. طيب شوف، أول شيء يعني في كثير أنا من الناس اللي بيجوني ما يعرفوا إيش السعرات الحرارية، ما يعرفوا كيف يحسبوا السعرات الحرارية، ما يعرفوا هو جسمه كم يحتاج سعر حراري أصلا عشان يعني يمدوا بالطاقة وعشان يشتغل صح. طبعا السعرات الحرارية في الجسم هي الطاقة اللي بيستمدها من الطعام والشراب المستخدمة في النشاط البدني. ترى حتى يعني مثلا نشوف السعرات الحرارية نحتاجها في التنفس، نحتاجها في التفكير، في المشي، في الكلام، نحتاجها في كل شيء في حياتنا. هي تقريبا البنزين حق الجسم. بالضبط، الطاقة هي الطاقة للجسم يعني. جميل. فلازم كل شخص هو عشان سواء يبغى يحافظ على وزنه أو يزود وزنه أو ينقص وزنه، كله معتمد على السعرات الحرارية اللي بتدخل في جسم الشخص هذا. جميل. طيب أنواع السعرات الحرارية هل ممكن نقدر نقسمها لقسمين؟ شوف، في عندك السعرات، هي مو أقسام، هي السعرات الحرارية أنت تقدر تستمدها من كل شيء، حتى من الموية. صحيح. حتى من الموية، من البروتين، من الألياف، من الكارب، تقدر تستمدها من كل شيء. عشان كذا أنا بقول لك إنه لازم الإنسان يعرف هو إيش بيدخل في جسمه يومياً، جسمه كم يحتاج. يعني في أشياء دائماً أساسية، يعني عندك مثلاً جسم المرأة في المعدل العادي للإنسان الطبيعي تحتاج 2000 سعرة حرارية. جميل. عندك الرجل طبعاً يختلف عن المرأة، الرجل في الجسم الطبيعي الإنسان الطبيعي للمحافظة على الوزن يحتاج 2500 سعر حراري. طبعا اللي يبغى مثلا يخفف من وزنه هذا بيكون عنده سعرات حرارية أقل، اللي يبغى يزيد يقعد يأكل سعرات حرارية أكثر. جميل. وطبعا مو شرط أنك لما تأكل سعرات حرارية أكثر أنه أنت لا بتزيد دهون، لا، أحيانا الواحد بيزيد سعرات حرارية بطريقة صحية عشان يكتسب عضل، يكتسب طاقة أكبر، اللي هم المتقدمين في تمرين في شيل الأوزان، هذا لازم يأخذ سعرات حرارية أكبر من المعدل الطبيعي عشان يقدر يؤدي الشيء اللي هو مطلوب منه. طبعا يختلف السعرات الحرارية مصادرها عن شخص لشخص، يعني مثلا البطاطس الحلوة، مثلا أنت تأكل بطاطس حلوة تستفيد منها لأنك أنت بتحرق. صحيح. أو مجهودك عالي طول اليوم
فممكن انه هذه البطاطس اللي انت اكلتها تنحرق معك كلها. لكن مثلا شخص يعتقد انه البطاطس حلوة ما فيها نسبة دهون وممكن تكون أفضل من البطاطس العادية لكن ما بيمارس مجهود فممكن تتحول برضو عنده صحيح. لدهون. شوف غالبا أي سعرات حرارية زايدة في الجسم بتتحول لدهون إذا أنت ما بتأدي رياضة، إذا أنت ما بتأدي نشاط بدني يومي، حتى لو كان أكل صحي، حتى لو كان أكل صحي عندك سعرات حرارية أوكي، أنت عندك سعرات حرارية عشان تحافظ على وزنك، لكن كإنقاص للوزن خلاص الجسم بياخذ حاجته والباقي بيخزنه دهون. فممكن انت تاكل اكل صحي، او كثير يقول لك انا اكل اكل صحي لكن ما بينزل وزني، او انت كده بتحافظ على الوزن، كيف تبغى وزنك ينزل؟ صحيح. انت بتاكل شيء ما بتأدي نشاط بدني عشان يحرق المتبقي اللي ايه. الجسم ما احتاجه، صحيح، اللي جالس يخزنه. بالضبط بالضبط. فعشان كذا الجسم لما يخزن سعرات حرارية بتلاقي عندك زيادة في الوزن أو ثبات في الوزن. جميل جدا، موضوع سعرات الحرارية موضوع مهم جدا، وكل ما ثقفنا فيه أكثر كل ما كان وعينا في اكتساب وزن أو إنقاص وزن موضوع أسهل بكثير. عزيزي، لو بتبحث عن نخبة من أخصائي العلاج الطبيعي المدربين والمؤهلين ذو خبرات عالية من دولة التشيك وسلوفاكيا، تخصصهم علاج أمراض العظام والمفاصل والغضروف، الجهاز العصبي والحبل الشوكي والأعصاب، إصابات ما بعد الحوادث وانحناء العمود الفقري وتأهيل كبار السن وهشاشة العظام، مركز براها للعلاج الطبيعي متواجد في جدة شارع الأمير سلطان خلف سلطان مول. تقدر تتواصل معهم الآن على رقم 9000-4272 أو تزورهم على موقعهم الإلكتروني www.braha.sa.com. طيب كابتن سلمان، السعرات الحرارية في انت قلت لي حتى المويه موجود فيها سعرات بالضبط. حراريه. شوف قلت لك بكل شيء حتى المويه فيها سعرات حراريه، واحنا نحتاج السعرات الحراريه لكل شيء، حتى الدوره الدمويه في الجسم تحتاج سعرات حراريه طبعا. في شيء مهم انه حاله الطقس برضو سواء بارده او حاره هذه تاثر على كميه السعرات الحراريه اللي بياكلها الانسان. يا عيني على الاجواء البارده اللي احنا فيها اليومين هذه بصراحه. بالضبط، لانه الاجواء يعني... اي شوف الاجواء هنا في جده ولا احلى، ولا لا أحلى. بارده ولا حاره كذا، يعني سحبه على التمرين ولا كيف؟ لا ها تساعد على التمرين، اتمرن واطلع نام على البحر. فعليا يعني يفرق صيفي شتوي في التمرين في السعرات الحراريه بالضبط. في الحرق في نسبه الاشياء هذه. بالضبط، لانه شوف انت لما تكون في جو بارد، يعني انا افتكر قبل سنه تقريبا او سنتين لما كنت في الرياض، لما انزل امشي الصباح كنت امشي بدرجه حراره 2-3، فاحتاج وقت وجهد عالي عشان جسمي يسخن من جوا عشان يبدا يحرق معايا سعرات حراريه. حلو. غير لما انت تكون في طقس حار او طقس معتدل جسمك بيبدا يحرق على طول، يذوب على طول. بالضبط، لكن ايوه لكن في البرد لازم اول شيء يسخن الجسم بعدين يبدا يحرق سعرات حراريه. وهل في وقت أفضل من الوقت الآخر في الحرق؟ شوف بالنسبة لحرق السعرات الحرارية، شوف أنا بالذات اللي هم يبوا ينزلوا وزن أو بينقص نسبة الدهون على الريق، الكارديو قلناها قبل كده في كم حلقة، الكارديو على الريق ما في أفضل منه من ناحية على الريق السعرات. مع أنه كانوا يحاربوني أول ما أصحى من النوم وأروح التمرين ألاقي كومنتات عندي في سناب شات أنه كيف ما أفطرت وجالس تتمرن. شوف يختلف، انت ايش قلت؟ تمرين، تمرين مقاومة غير الكارديو. ما انا لازم اسخن كارديو ولازم العب لا. مقاومة وبعديها العب كروسفيت واجي خارج. لا شوف انا كيف انا كيف انا كذا يا رب ترجع الايام دي. اكيد مكملين رياضتنا وتمريننا بعد الفاصل. بعد الفاصل أكيد خليكم معنا على السمع مستمعينا، ونرجع نكمل معكم مشوارنا في خليك وحش.
ومكملين معاكم في خليك وحش. عزيزي المستمع، لو انت قدها ارسل اسمك الثنائي ومدينتك و ادخل معانا في سحب على اشتراك نادي مقدم من الجولد جيم، اشتراك لمدة 6 شهور في الجولد جيم. ارسل اسمك الثنائي ومدينتك ويلا خليك معانا في تحدي خليك قدها. واكيد لو انت حابب اي استشارة من ناحية التمارين والتغذية، كابتن سلمان متواجد معانا وراح يزبط كل شيء ناقصك. كل اللي عليك انك انت ترسل اسمك الثنائي ومدينتك لتحصل على اشتراك مدته 6 شهور كفيلة بانها تغير حياتك وتغير وزنك للأفضل. على STC 85 10 40 موبايلي 66 3 1 وزين 70 13 13. نرجع أكيد نكمل في موضوعنا اليوم وضيفنا الأستاذ علاء أبو صافي. مسي عليك بالخير أستاذ علاء. أهلا وسهلا بكم ومسي عليكم على جميع المستمعين، وأنا بصراحة مبسوط اليوم أني أنا موجود معكم. والله وإحنا مبسوطين أكثر علاء. علاء طبعا صديق للإذاعة من بدايات الإذاعة، ومن هذيك الأيام هو بيكتسب وزن. بالضبط قلنا بس مو بسببنا. اكيد مو بسببنا. لا انا شغال يعني شويه يمكن بسببنا شويه يمكن بنوزع مطاعم كثير احنا احيانا. أيوة يعني الله. احيانا انت بالذات انت. انا ما وزع، انا اشتراكات أنا نادي. شوف انا ايش وزع، اشتراكات نادي. واول ايش بتوزع؟ كافيهات. لا هو قال مو عندي. هو قال انا عندي كافيهات. في مطاعم، في كافيهات، في عندي ولا عند احمد الركن. كل هذه الاكل اي شيء خلص عند احمد الركن مو عندي. عندكم؟ ايوه. لا انا اوزع اشتراكات نادي بس. علاء مسي عليك بالخير اول شيء. و طبعا في برنامج خليك وحش في عودتنا قررنا انه احنا نشارك مع الناس قصص اشخاص فعليا كان عندهم هدف وحققوا هذا الهدف. علاء سمعت انه كان وزنك فوق ال 145 صحيح؟ في تاريخ كم وصلت ل 145؟ قبل سنه. قبل انا ايوه تقريبا لي كم سنه وانا 145 148. متى بدات تكتسب هذا الوزن الين ما وصل ل 145؟ يعني حسيت انه الموضوع بدا بيصير عادي يعني ما عندك مشكله تاخذ مقاس اكبر في جينز، خلاص التيشيرت مقاس اكبر، خلاص عادي ما دقق انه اوف وزني بيزيد، لا ما في مشكله، بس انه احتاج اغير ملابس بس يمكن. لا لا من 10 سنوات تقريبا وانا بعاني من حكايه الملابس هذه، ويدب ويدب ويدب. من كم؟ من 10 سنوات تقريبا. وانت تعاني من مشكله التنمر. إيه؟ نقدر نقول تنمر. إيه؟ على شكلك وعلى وزنك. اي يدب. كم عمرك ما شاء الله على 33 من 23 سنة. أي. وانت ينقل لك يدوب من قبل بس يعني انه معنا بحسب يعني مثلا انتبهت عليها يعني. اوكي قبلها كم كان وزنك يعني متى كان وزنك تفتكره وزن جميل مثالي؟ كم كان عمرك؟ ما وزنت الا وانا كبير. لا يعني متى تفتكر انه انت ما كان عندك سمنة؟ في الابتدائية. من بعد الابتدائية وانت تبدأ واكتسبت وزن. اي يعني متوسطة ثانوية وما بعد ذلك وانت. أيوة خلاص وانا شغال الدب. أي. خفيف الدم طقطقة واشياء حلوة كل شيء وكل شيء بس انه طيب. يدب يدب يدب. متى قررت انك انت توقف هذه المحزرة اللي جالسة تصير وتوقف الناس هذه عند حدها؟ تقريبا من 8 شهور او 6 شهور هنا وقفت. حصل لك موقف معين خلاك انك انت تقول كفاية؟ والله في مرة كده يعني بمزحة هي انه واحد قلت له ان شاء الله انا بنحف وبطلع السكس باك، قال لي انت يبغى لك ارباك مو سكس باك. حلو. ايه من ضمن الطقطقة. انا سويت هنا كليك يعني انه ليش لا ان شاء الله انا اقدر يعني ليش ما اقدر.
حلو. أنا عادي، أنا أقدر إن شاء الله وأسوي، وأنا عرضت لي قبل كذا إن أنا أسوي عمليات التكميم وزي كذا، إنه ليش ما تسوي عملية تكميم، أنت جسمك كبير ليش ما تسوي، ليش ما تنحف، ليش ما تسوي، ليش ما نزل وزن. وأنا لا، ما أبغى أسوي أي عملية، أبغى أنزل وزني أنا بنفسي إن شاء الله. طيب كيف اكتسبت هذا الوزن يعني على مدار هذه السنوات؟ كان سوء تغذية؟ إيه، أكل زايد. حلو. بين الوجبات، بالذات بين الوجبات والمشروبات الغازية. حلو. هذه حدث ولا حرج. أعطاني رقم مهول في المشروبات الغازية. أبغى ما نعرف عندي أصحابي ورهيبين. يوميا رقم مهول. يوميا لا يقل عن 13 إلى 10 13 علبة. غير اللي في الليل بعض أحيان على السهرة تكون حبة كبير كذا حجم العائلة. يقول لك ينقنق عليها هو وأخوه. حلو. مع العائلة. عائلتك أوزانهم زايدة؟ تقريبا بس مو كثير يعني. يعني جو البيت العام يشجع إنه الأكل حدث ولا حرج، حلويات والدنيا والأمور، وطول ما أنت رايح عندي أكل كل كل يعني، هم من باب الحب يعني، كل كل. لا أنت ما شبعت كل. يقول لك هذا الحب اللي يوديك. أيوه هذا هو اللي يجيبك ورا. بس يعني موضوع انه العائله يعني والجو العام حق العائله انه لو عادات سيئه في التغذيه، هنا مقاومه هذه العائله هي اصعب من مقاومه النفس. صاحبك اللي يتصل بك الصباح يقول لك يلا نروح. بالضبط، انك تجلس مع العائله اكثر مما تجلس مع لا انت يعني حتى أصحاب. مثلا ما تكون متغدي برا والاشياء بالضبط. زي هذه وتقول انا برجع البيت اتغدى، فتدخل البيت تلاقي محل حلويات، محل مشروبات غازية، محاشي، محاشي يعني الأكل، مكرونة. شوف المحل، شوف هذه الأشياء يمكن أنا ما عندي فيها مشكلة. الوجبات الرئيسية الثلاث، صحيح، فطور وغدا وعشاء، إذا كانت محاشي مفطحات أيا يكن، بس هي تكون ثلاث وجبات فقط في اليوم. بالضبط. فعليا ما راح تأثر عليك تأثير زي المشروبات الغازية. صحيح. الحلويات الفاست فود يعني السهرة دائما يعني الأكل يحبب السهر. بالضبط. طول ما إنه يعني أحيانا خلاص الشهوة تطلع متى على 11 في الليل أوردر يلا. بالضبط. عارف ليش؟ ترى في الليل دائما أي أحد حتى اللي يسهر كثير تلاقي جسمه يطلب فاست فود أو حلويات آخر الليل، فهذا يعتمد على الجسم، وعندك الهرمونات في الجسم والأنسولين في الجسم، يعني مفروض آخر الليل هذا وقت للنوم، كل أعضاء الجسم والهرمونات والعضلات كلها بتترتب وقت النوم. والله أنا شايف أنها ما بتترتب، أنا شايفها تصحى آخر الليل عشان أنت صاحي. أكيد حتصحى معاك، لكن إذا نايم حتكون نايمة جنبك صدقني. يا عمي خليها تنام وخلينا ننام في أمان الله. أسمع صوت كركرت بطني لآخر الشارع. عاد تبدأ الساعة 10 في الليل تبدأ تكركر بطني. عاد هنا مشكلة أنك ما بتكون آكل كويس طول اليوم، ما بتكون آكل بروتين عالي كارب عالي، فجسمك بيقعد يطلب. والله أكون ماكل ما شاء الله تبارك الله. فاست فود يختلف. فاست فود يختلف. أنا ضد الفاست فود، أنا من الناس اللي أنا أحب الأكل البيتي بصراحة، يعني حتى بحثي عن المطاعم دائما. يعني أنا أول ما طلعت الأسر المنتجة بصراحة يعني كان زي باراشوت إنقاذ في ببجي كذا نازل. أنت أكثر واحد تشتري من عندهم. فعلا أكل البيت ما في أحسن منه. صحيح، وما في أنظف منه يعني. بالضبط. فأنا مع الأكل البيتي، بس أحب الأكل البيتي بكثرة. شوف ما عندي مشكلة أنا في الأكل البيتي، أو بس إذا أنت إنسان أو جو العيلة عندك ناس يعني بيحافظوا على أوزانهم، ناسهم ما بيعانوا من السمنة، لكن أنت الآن لما تكون عندك في العيلة أكثر من شخص يعاني من السمنة لازم تنزل. ما الجو العام بالضبط، ما ينفع تسوي أكل دسم حتى لو أكل بيتي. أوكي إنه ما حيكون بالسوء حق المطاعم، لكن برضو في النهاية أكل دسم وما في حركة، هنا الكارثة. هنا الكارثة. طبعا ناين راوند، في 30 دقيقة تقدر تغير حياتك للأفضل. ناين راوند، الرياضة بمفهوم مختلف، تحرق 500 سعرة حرارية، مدربك الخاص معك في الجولات،
تمارين متنوعة يوميا تتغير من أمريكا وتعمم على أكثر من 800 فرع حول العالم. نظام غذائي مجاني مع كل اشتراك. عندهم أكثر من 26 فرع حول المملكة، منها 4 فروع نسائية بمدينة الرياض. هكلمكم عن ناين راوند. بصراحة كفكرة من أفضل الأفكار اللي فعلا توفر لك وقت وتوفر لك جهد. لا يعني تخل ايوه انت خلاص تكرس الجهد كله في 30 دقيقه صحيح. ما عندك وقت تفكر، معاك المدرب يقول لك 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، قدك مخلص. فهذا شيء يوفر صحيح. عليك عادات سيئه انك انت تقدر يعني مسكه الجوال، كلامك مع زملائك اللي في النادي صحيح. هنا في ناين راوند اختصروا لك هي بالضبط. تعال 30 دقيقه خلص تمرينك وتوكل على الله. هنتوكل على الله أكيد، ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في خليك وحش. ورجعنا ومكملين معاكم في خليك وحش. أول شيء أحب أبارك لعبد الله برجوع العطور بالسلامة. فيصل شكرا إنك أنت التزمت ورجعت عطور عبد الله. الناس هنا مستغربة مين عبد الله مين فيصل. أيوة شوف عبد الله مين إيش فيه. والله موضوع العطور هذا يعني بعدين أحكيك هو تحت الهواء. خليني أقول لك عن مركز للعلاج الطبيعي. عنده نخبة من أخصائي العلاج الطبيعي المدربين والمؤهلين ذو خبرات عالية من دولة التشيك وسلوفاكيا. إيش تخصصاتهم؟ أمراض العظام والمفاصل والغضروف، الجهاز العصبي والحبل الشوكي، إصابات ما بعد الحوادث والتأهيل، وتأهيل كبار السن والإنزلاقات الغضروفية. مركز براها للعلاج الطبيعي جدة، شارع الأمير سلطان خلف سلطان مول. تقدر تتواصل معهم الآن وتستفسر على الرقم الموحد 9000-4272 أو موقعهم الإلكتروني على www.braha.sa.com. فاكر صاحبي اللي صحيني من الصباح يقول لي كوارع وفتت راس وفتت مدري ايش؟ هو انا اقدر انساه؟ هو فيصل. فيصل يعني لا توريه عطور جماعة تشيل صادر ها؟ ولا يعزمك حيدلك ولا ايش؟ لا لا انتوا اثنين تحس انه معزومين 10. لا اله الا الله. يا فيصل مين حياكل الاكل ده؟ يقول لك ما شاء الله يعني الخير واجد وما شاء الله يعني نفسه حلوه بالاكل. شكله ياكل شوطين واشواط اضافيه. والله ما شاء الله تبارك الله عليه فيصل. اوجه له اجمل بالعافية. اجمل تحيه. لو حابب تربح معانا اشتراك لمده 6 أشهر مقدم من الجولد جيم، كل اللي عليك ترسل اسمك الثنائي ومدينتك على STC 85 1040 موبايلي 66301 وزين 70 1313. وإذا احتجت من أي مساعدة بعد ما تأخذ الاشتراك، حابب نظام غذائي، حابب جدول تمارين، أكيد تقدر تتواصل معنا ونعطيك جدول غذائي ونعرف الهدف من دخولك النادي ونساعدك لأنك توصل لهدفك. نرجع لعلاء وقصة علاء في التنمر واكتساب الوزن. علاء متى قررت خلاص كفاية يا جماعة؟ قلت لي قال لك اير باج مو سكس باج. هنا اكلت معك انت سنين لك ما 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 اثر فيك ولا شيء. الاير باج هو اللي زعلك. سؤالك لك انفجر الاير باج. هنا خلاص حادث صار. هنا خلاص. طيب علاء
خلاص ايش ايش الخطوه الاولى اللي قررت انك انت تسويها؟ سويت ما بعد التكميم. حلو. قللت كميات الاكل جدا. ما سويت تكميم؟ لا سويت ما بعد التكميم الاشياء اللي بيسووها ما بعد التكميم. اي بعد التكميم. حلو. قللت في اكلي كميات الاكل اللي كنت باكلها والتزمت بثلاث وجبات خلاص، وبين الوجبات ما في اي حاجه، سوائل فقط، مويه. مشروبات غازيه نهائيا وقفتها خلاص نهائيا. حتى الحلويات ايوه، حتى الحلويات من النادر مثلا، ولما مثلا كيكه او شيء اخذها مع الوجبه. نوعك المفضل ايش من الحلويات؟ كيكات، بقلاوة. يا سلام بقلاوة حدث ولا حول. تحت الهواء يقول لك ما اقدر افضل صنف عن صنف، يفضل الاصناف كلها الصلاه على النبي. يزعل الصنف الثاني اذا قال عن الصنف هذا المخرب. ما اظلم صنف لا حقاني مره في الاكل ما شاء الله. المركز الاول فيه كم وجبه يعني. طب حلو علاء، هنا قسمنا يومنا إلى ثلاث وجبات فقط وسوائل، مويات، عصيرات، موية. وإذا مرة حسيت بالجوع بداية الأيام كنت أحس بجوع، عارف كنت يعني أخذ عصير طبيعي، تفاح أخضر وأناناس وكيوي مع بعض. حلو، هذه حوارق أغلبها هي حوارق. إيه، وأنا أستفيد أنها حوارق وتسد لي شوي من الجوع. جميل. واستمرت على كذا، موية أكثر شيء، موية، كثرت من الموية. أول شهر ما في أي مجهود رياضي؟ ما في نهائيا. إيش طبيعة عملك على؟ شغال على السيارة. حلو، يعني جالس في السيارة. السيارة إيه، أغلب وقتي جلسة في السيارة. حلو. ما في ما عندك مجال إنك أنت توقف السيارة فترة، إنك أنت تحاول تبذل مجهود وتمشي مثلا يعني لو نص ساعة؟ في الفترة اللي نزلت فيها كلها تقريبا إجمالي اللي مشيت فيها يمكن 10 إلى 12 مرة بس. في خلال 6 شهور أو 8 شهور كلها متقطعة. يعني أنا هنا حاسس كنت بس أعطيت نظرة كذا للكابتن سلمان. صراحة إشارة كذا. شوف مع إنه هو. خليني بس أعرف نقطة واحدة. أول شهر كم نزلت؟ والله ما قست. أنا كنت أشوف يعني أستغرب من رد فعل الناس. أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت نزلت وأنا ما بوزن. أنت بعدت حتى عن الميزان. أيوه أنا وزنت مرة واحدة، آخر مرة وزنت 145 خلاص. خلاص أنت عارف الرقم هذا. أيوه عارف الرقم هذا وخلاص أنا. ونسيته. أيوه صار الناس يقولوا لي أنت إيش قاعد تسوي؟ لما وزنت مرة ثانية بعدها لقيت 128. بعد كم وزنت؟ تقريبا بعد شهرين. بعد شهرين كانت الوزنة الثانية 128، يعني تقريبا فوق 15 كيلو نزول. بس على النظام غذائي تقليل الكمية. مثلا كنت صرت أخذ نصها أو ثلثها. حلو. ثلث الكمية اللي كنت أكلها بداية الأيام. فرحوا أهلك في البيت أكيد. أكيد أيوه، يعني في الوجبة صارت تتقسم على وجبتين. أيوه صار في واحد يوفر وجبته لينا يعني. في أحد أخوانك زاد وزنه؟ مين؟ لا ما في أحد. تشجع معايا. والله؟ أي تشجع. ممتاز، يعني كذا وفرته في كمية الطبخ أصلا في البيت. لا فعليا وفرنا فعليا. ممتاز. طيب والله هذه خطوة يعني تشكر عليها يا علاء. صرنا والله صرنا نقول يعني أول كنا نطبخ كذا، معقول كنا نطبخ أول كذا وذحين صرنا نطبخ كذا وما تكملوها يعني خلاص كلنا قللنا. أنت اللي كنت مسوي خلل في الميزانية. أيوه أنا مسوي. أقول لهم يلا أيوه. طب والله ممتاز يا علاء، خلال شهرين ونزلت 15 إلى 16 كيلو. استمريت بس طبعا في بعض أحيان تخبيص، يعني مثلا تروح مناسبة تشوف الأكل ما شاء الله قدامك والدنيا اللي تزود العيار اليوم تخبص، صادف اليوم الثاني مناسبة، اليوم الثالث مناسبة، ثلاث أيام تخبيص، ترجع بعدين أزود على نفسي وأرجع الحمد لله أنقص. ترجع تحط في الحسبان إنك أنت مخبص ثلاث أيام. بس خلاص صرت إيه وصرت أنتبه على نفسي، ما هو زي أول طناش. طيب. لا تخبصت لازم أضغط على نفسي، أقلل في كمية الأكل زيادة، أجوع نفسي زيادة. ما شاء الله تبارك الله. طيب حتى الآن أنت مستمر كم الفترة المستمر فيها على هذا النظام؟ 6 شهور تقدر تقول. 6 شهور. إيه. وزنت بعد شهرين ورجعت وزنت. بعدها صرت تقريبا. بعد كم الفترة؟ والله ماني فاكر بالضبط، يعني ممكن كمان بعد شهر ونص صرت 117. ما شاء الله. إيه انبسط قلت أنا معقولة، أنا كنت أفكر نفسي إني مخبص أو رجعت زودت. وتشجعت زيادة. ممتاز. وكملت. إيه؟ ما شاء الله عليك. الحمد لله. حتى الآن وزنك ثابت على أي وزن؟
الحمد لله الآن كسرت حاجة 110 ونزلت 106. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله نازل لسه نازل. برافو عليك. أكيد مكملين مستمعينا، أذكركم في 9 راوند اللي فعلا لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا النادي اللي عنده فكرة مختلفة عن كل النوادي اللي موجودة في المملكة. في 30 دقيقة تتغير حياتك للأفضل فعلا فعلا يا أصدقائي المستمعين. 30 دقيقة فقط من باب النادي، من ساعة ما تدخل النادي إلى ما تخرج من النادي. 9 راوند هو اسمه، 9 مراحل تعدي عليها، تختلف طبعا على حسب الجدول اللي بيرسل من أمريكا ل 800 فرع حول العالم. تقدر تحرق أكثر من 500 سعرة حرارية في 30 دقيقة هذه. معاك مدربك الخاص في الجولات وتمارين متنوعة يوميا، وزي ما قلت لكم بتتغير من أمريكا وتعمم على أكثر من 800 فرع حول العالم. نظام غذائي مجاني مع كل اشتراك، أكثر من 26 فرع حول المملكة منها 4 فروع نسائية بمدينة الرياض. ما عندك وقت، في عندك 9 راوند. نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم بعد الفاصل في خليك وحش. ورجعنا لكم ومكملين معاكم في خليك وحش. نرجع نكمل أكيد مع علاء أبو صافي، وأحب أشكرك على مجهودك الشخصي وعلى هدفك اللي فعلا كان فيه مصلحة البيت كله. الحمد لله الحمد لله. الآن وصلنا لمرحلة أنك أنت وصلت عند خليك وحش، برنامجنا معي أنا بهاء الجمل والكابتن سلمان. لحين دورنا كيف نقدر فعليا نساعد علاء في مشواره بحيث أنه هو يحقق الأمنية والهدف اللي هو حاطه قدامه. علاء، أمنيتك وهدفك أعطيني رقم الوزن المثالي إن شاء الله. كم الرقم حق الوزن المثالي؟ ما كم طول؟ 180 لا كذا لا وقف استنى. إيه يبغى 180، مو تخصصنا هنا ابدا. انت احمد ابو كن ايوه بالضبط، ابو اكسجين 80 باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن سلمان، كيف علاء ابو صافي يقدر يوصل؟ علاء على فكره صديق برنامج وصديق عزيز علينا فعليا، حنهتم ونحاول في فترة قياسية نوصله للثمانين. ما شاء الله تبارك الله هو قطع الشوط الأكبر. صحيح. فالآن وظيفتنا أنه إحنا نشدشد نضبط نهندس إلي ما يوصل للثمانين بشكل مثالي. صحيح. شوف، هو أول شيء ما شاء الله هو يعني زي ما تقول عدى نص الطريق. صحيح. النص الثاني إن شاء الله عندنا، لكن هذا يعتمد على حماسه، يعتمد على التزامه. لأنه قبل شوية تحت الهواء يقول لي أقلل الأكل، قلت له لا، في عندك جدول أكل صحي يمشي عليه. حلو. يعني موضوع أنه أقلل الأكل وأكل أي شيء، لا هذا غلط. هذا عندي، هذا تعلي، هو تخصصي ده. خلاص في وقت الوجبة المفتوحة أجيب لك أرسله عليك على طول. حلو. فشوف هو على مدى التزامه إن شاء الله، يعني هو تقريبا الآن 106، يعني يبغاله تقريبا حوالي 26 كيلو. صحيح. 26 كيلو تقريبا. يعني بإذن الله هو لو التزم 4 شهور التزام كامل بإذن الله. اليوم احنا راح نقدم له اشتراك مدته 6 شهور. صحيح. مقدم من الجول جيم. على إن شاء الله يكون استثمار ناجح لنفسك ولهدفك، وإن شاء الله تستغل هذا الاستثمار وتحقق الهدف اللي انت تطمح له، أكيد بمساعدة الكابتن سلمان والنظام الغذائي. يعني أنا عارف أنه موضوع صعب، إن شاء الله إن شاء لكن الله. لكن أنا أيوه أنا حط في راسي إن شاء الله أني أحققه بإذن الله. يعني هو كان عنده مشكلته أنه النادي فالآن عندك نادي، عندك أكل صحي إن شاء الله بإذن الله حنعطيك جدول صحي، عاد الباقي عليك التزامك ومدى حماسك. كيف النظام اللي راح تبدأ مع كابتن سلمان؟ شوف هو غالبا الآن هو مقلل في الوجبات، فما عنده الصعوبة اللي هي حيعاني منها في الأكل.
صحيح. بسبب انه هو له فتره حيكون في عنده صعوبه في التمرين. بالضبط في التمرين. بس كويس انه هو خسر الوزن هذا كله، فحيكون في عندنا يعني تجاوب سريع من الجسم في انه هو يبدا يتعود على صحيح التمرين من ناحيه فترة. النزول. لكن بالضبط. احنا بنتكلم الان حنركز اكثر شيء على ناحيه الشد، لانه هو عنده الان ترهلات فترات لانه نزل نزول خاطئ بدون رياضه. صحيح. فالان حنركز على شد الجسم. حلو. زائد نزول الوزن اكثر وبناء عضل. حيبدا 5 ايام في الاسبوع او اكثر 6 ايام في الاسبوع. وشوف غالبا في البدايه انا ابغى يبدا عشان يهيئ الجسم، هو ما لعب رياضه قبل كذا، فلازم عشان تهيئ الجسم لازم تلعب كارديو لمده اسبوع مثلا. جميل. بعدين تبدا تلعب اسبوع بدون دي اوف. لا طبعا في دي اوف يعني حيكون 6 يعني ايام 6 ايام في الاسبوع. بالضبط، لانه كارديو حيكون خفيف، ما في تمارين مقاومه يعني انه ترتاح في يومين يعني. حلو. بعدين حنبدا على الشامل أسبوع تمارين كارديو فقط. يس. ما راح تستمر أكثر شوية؟ كارديو فقط، بعدين حيكون كارديو مع تمارين مقاومة، يعني الكارديو ما حينقطع. حلو. تمارين المقاومة اللي هي الشامل في البداية؟ في البداية الشامل لمدة تهيئة الجسم برضو لمدة أسبوعين تقريبا. حلو ممتاز، عشان تهيئ الجسم، تهيئ عضل، العضل يبدأ يعرف هو الحركات الصحيحة، التكنيك الصحيح. صحيح. جميل. بالضبط. بعدين حنبدأ اللي هو الجدول اللي هو كل يوم عضلة أو عضلتين زائد الكارديو، وحيكون فيه الشدة حبة حبة، يعني حنبدأ بأوزان أقل. أعرفك حنزيد. صعب في البداية أسمع عنك يعني أنا ما أعرفك صراحة لسه ما تواجهنا. لا شوف أنا مو صعب، بس أنا أحب الشخص اللي يلتزم يعني. تعال أوكي أنا ما عندي مشكلة، أنا أعطيك عيوني في جداول في تمرين في أوقف فوق راسك، لكن ما أقول لك شيء وما تلتزم وتسوي أيوة أو ما تلتزم كده، ضيعت وقتي ووقتك. صحيح. يعني أنا ما أحب الشيء هذا، فتلاقيني أفصل على طول. سامع؟ لا قصدي كويس والله بالعكس كويس. أنا أيوة أنا موضوع محفز جدا. أي مرة بالعكس. أنا حتفرج عليكم أتابع من بعيد. لا أنا أبغاك أنت أبغاك أنت. طبعا نتمنى لك التوفيق يا علاء، وإن شاء الله بعد شهرين نرجع نتابع أكيد وناخذ منك إيش التغييرات اللي حصلت. صحيح. إن شاء الله. كيف النادي والرياضة حتكون محفز ومغير لفكرك ولنظامك بشكل عام، حتى بنظام حياتك. إن شاء الله بما أنك أنت كنت عامل مؤثر في العائلة من ناحية تقليل الأكل، ممكن تكون عامل مؤثر من ناحية الرياضة لما هم يبدأوا يتفاجأوا زي ما تفاجأوا من تقليلك للأكل. إن شاء الله. وأنا صراحة حاب أشكركم على الاستضافة هذه ومبسوط جدا أن أنا معاكم وإني تعرفت عليك صراحة. الله يسعدك علاء. شرف لينا أكيد. حاب أشكر الكابتن صراحة لأنه هو اللي يعني بذل مجهود كبير معي صراحة. الله يجزاه خير. لسه المجهود إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. لسه. يا عمي لسه. راح السهل وجاي إن شاء الله ما يكون صعب. أهم شيء تكون العزيمة موجودة من الداخل وكل شيء سهل ترى. بالضبط. هو يعني إذا أنت حطيت هدف صعبها في مقولة دائما برضو سويت كليك، الصعب ليس مستحيل. أكيد. والشيء اللي تصعبه يصير صعب. بالضبط. والشيء اللي تسهله يصير سهل. فكذا دائما يقول لك هونها وتهون. بالضبط. هونها وتهون مع الكابتن سلمان محمد. يعطيكم ألف عافية مستمعينا، شكرا لكل الناس اللي شاركت معنا، وإن شاء الله تكون سعيد الحظ بربح اشتراك لمدة 6 شهور مقدم من الجول جيم. شكرا لكل الرعاة اللي دائما بيدعمونا في برنامج خليك وحش. شكرا كابتن سلمان، كلمة أخيرة. حبيب العفو. أنا أول شيء لكل واحد بيسمعنا عنده هدف يبغى يوصل له، عنده حتى لو يبغى يشاركنا زي ما شاركنا علاء اليوم بقصته هنا في الاستوديو، احنا نتشرف فيه، حندعمه بكل شيء ممكن عشان احنا نبغى نوصل الناس لأهدافهم. البرنامج يكون محفز لأكبر شريحة في المجتمع، وإن شاء الله يكون برنامج الأول يعني بإذن انت فيه. بإذن الله. يعطيكم ألف عافية مستمعينا، شكرا مخرجتنا هلا هلا هلا، يعطيك ألف عافية لتواجدك وإبداعك الدائم معنا. شكرا علاء. حنلتقي قريبا إن شاء الله. كنت أنا معاكم بهاء الجمل، دائما خليكم مبتسمين ومتفائلين و
نلقاكم الأسبوع القادم، مو الأسبوع القادم، في نفس الأسبوع يوم الأربعاء في نفس الموعد. دمتم بخير، في أمان الله.